سي عبد الرحيم السي عبد الرحيم خليجر هو رئيس ديال جمعيه التماسك لجمعيه جيش ودايا وممثل الشرعي لجماعه ولاد الدين وايضا من اعيان قبيله جيش ودايا والرباط وتماره. هذه القبيله تعرضت للاضطهاد لا مثيل له في هذه المنطقه. الاراضي ديالهم تسبت لهم بطريقه يعني مصيبه كبيره ما يمكن نقبلوا بها الا في الافلام ديال الاكشن. فما نطولش عليكم غادي نستمعوا للسي عبد الرحيم. اكرر التحيه لكم جميعا. وانتم تعلمون ان قبيله جيش ولايه التي ذاع صيتها وضاع عزها وهضمت حقوقها وشرد ابناؤها وطمست عاداتها وتقاليدها وكملت افواه من يريد التكلم عنها. لقد عبر سكان قبيله جيش ولايه عن رفضهم انتزاع اراضيهم منذ بدايه السبعينات مع بداية الشروع في مشروع حي الرياض من خلال مسيرة احتجاجية سلمية نحو العاصمة الإدارية الرباط ومن ثم إلى القصر الملكي وهي المسيرة التي وجهت لانتقال عدد من سكان القبيلة. وخلال حفل تدشين حي الرياض في نفس الحقبة من الزمن قام رجال الأمن بإبعاد سكان القبيلة عن مكان التدشين بالقوة حيث ألقى محمد بن هيمة وزير الداخلية آنذاك بكلمة لا زال بعض الجيشيين يذكرونها عن ظهر قلب. قال: الوداية فلوسكم جيد والفرنك الاخر تحاسبوا عليه. لكن بعد ايام قليلة أقيل من منصبه كوزير الداخلية حيث قام بعد ذلك سكان القبيلة بوقف احتجاجية يوم تدشين مركب الريادي الامير ولي عبد الله لكن مرة اخرى وجهوا بالاعتقال والقمع. وكذا الضرب الهروات والاعتقالات المكثفة. ومع صعود نجم الدين المصري وزير الداخلية الأسبق اعتمد على فصل 11 من ظاهرة 27 أبريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها متحديا بذلك مقتضيات فصل 16 من نفس الظاهرة والذي تم التنصيص عليه من جديد في ظاهر 6 فبراير 1963 حيث يستثني بموجبه وبصريح العباره وصيات وزاره الداخليه على اراضي الجيش ذات الطابع والاراضي ذات الطابع الغربوي. والغريب في الامر في نفس الفتره التي اختفت فيها وثائق اساسيه من حفظ الملك العقاري لجيش ودايا والذي يخول بموجبه حق الملكيه لافرادها على سبيل الذكر الحصر ظاهر 19 يناير 1946 حيث يعتبر اخفاء هذه الوثيقه بمثابه تحدي لمقتضيات الفصلين 71 و72 من المرسوم الملكي المؤرخ في 12 مرشد 1918 المتعلق بحق الملكيه العقاريه. وعلى الرغم من تنظيم عده وقفات ومسيرات احتجاجيه وتظاهرات وشكايات ومراسلات للافراد والجماعات سواء امام وزاره الداخليه ومديريه الشؤون القانونيه ومقر ولايه جهه الرباط وعمل السفير التفاعل وملتقى الطرق والطريق السريع قرب قريه ودايا قصد التهديد بالخروقات القانونيه من جراء مصادره اراضيهم واقتلاع اغراسهم واشجارهم المثمره وغير المثمره وهدم مساكنهم المبنيه بالاسمنت المسلح وفي بعض الاحيان فوق رؤوس اصحابها بالعنف والقوة والاعتقال والزج بهم في سجن دون تعويض منصف يتلائم حق الملكية وذلك بدعوى محاربة السكن السطحي باعتباره في نظر السلطة كقاضيين يحظون بمساعدة مالية هزيلة لبناء تجزئة من أراضيهم خصصت لهذا الغرض. وهكذا استمرت التفويتات والبيوعات في ديهم الرمزي لأراضي جيش ودايا بضواحي العاصمة الإدارية الرباط دون وجه حق للوميات العقار بامتياز دون حسيب او رقيب واستمرت معها نكبه حفله جيش سلاطين العلويين الى مشردين في ظل دوله الحق والقانون. وعليه وخاصه والراي العام حول المقاربه القانونيه لاراضي جيش ودايا وبطلها من الخروقات حيث نستدرج منها صنف من احداث
من الأحداث الأساسية التالية. إن أراضي قبيلة كجودايا هي ملك مطلق لأفراد قبيلة كجودايا، ولا يسمح من تفويتها إلا لأبناء القبيلة المذكورة دون سواه لموجب ظاهر 19-1975، حيث يخول لكل واحد منهم ذكورا وإناثا حق الملكية. إن أراضي قبيلة كجودايا لا تستعمل وسائل وزارة الداخلية كما أسلفنا وفقا للفصل 16 من ظاهر 27-1975 المنظم لولاية الدولة على الجماعة الأهلية، وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها كما نص عليه من جديد ظاهر 6 فبراير 1963، حيث تم تفعيل مقتضيات عمل القرار الصادر من الغرفة الإدارية والمجلس الأعلى بتاريخ 4 مايو 1979 في الملف الإداري عدد 913-451 والحكم رقم 170 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 15-1999 ملف رقم 99-80، وهي الآن موضوع الدعوى الرائجة حاليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط. إجراء بحث وتحقيق مع المحافظين للأملاك العقارية بالمحافظة لكل من مدينة جمارة والرباط حي الرياض بشأن اختفاء ظاهرة 19-1946 الذي حولت بموجبها قسم عقاري عدد 10-53 الخاضع للملك المخزني إلى قسم عقاري عدد 22-747 لفائدة قبيلة كيش لودايا، وما ترتب عن هذا العمل المخالف للقانون من أضرار بالغة، حيث أصبحوا مهددين بالتشرد والفقر الموقع، ونحن في مطلع من الألفية الثالثة. تفويت 96 هكتار من أراضي كيش لودايا بالدرهم الرمزي لفائدة شركة هيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع يعد انتهاكا لأوساط حقوق الإنسان وخرقا سافرا لحق الملكية، كما هو الشأن بالنسبة لحديقة الحيوانات التي فوتت إلى شركة الضحى والشاطئ لكورنيش، إلى شركة إعبار الإماراتية وحير الرياض، إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين، وكان الحزام الأخضر وحير الرياض وأحياء وتجزئات أخرى على صعيد ولاية الرباط وعمارة صغيرة جمال. إن تمرير البروتوكول اتفاق تفويت أراضي كيش لودايا يعد تضليلا، حيث لم يتم الاطلاع على حقيقة ضوابطه، وإن كان بحجة إعداد سكن اجتماعي لذوي الحقوق، في حين كان يحمل في طياته الصدر وبيع عدة هكتارات من المشروع الآن في الذكر لخواص ذاتيين أو معنويين بأثمان باهظة، علما أن مقتضيات الظاهر لا تتغير إلا بموجب مرسوم ملكي. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن هذا التفويت يعتبر تطاولا على الإرادة الملكية السامية لروح جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بعد أن أنعم على قبيلة كيش لودايا بهذه الأرض بموجب ظاهر 19-1945، وذلك اعترافا من جلالته لما أسدته من خدمات جليلة لحماية سيادة الوطن، وبالتالي تأكيد هذه الأهلية من طرف جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه في كتاب التحدي الصفحة 101 والصفحة 102. طلب إجراء بحث مع كل من المحافظين على الأملاك العقارية لمدينة جمارة والرباط حي الرياض والموثقين للحصر اليهودي المغربي موريس حمو وإلهام جوزين إدريسي الذين أقدموا على تدوير عقود البيع والتفويت في غياب تام للتأكد من هوية المفوت وأهليته وكذا الوثائق شكلا وجوهرا. إن تفويت 96 هكتار من أراضي كيش لودايا بالدرهم الرمزي يدخل في حالة اختلاس وهدر المال العام وبالتالي السطو على ملك الغير، متحديا بذلك ما جاء في الخطاب العالي المفدى محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش 3/7/2006 الذي ركز فيه على تحريم الحياة العامة بمحاربة الرشوة ونهب ثروات البلاد والمال العام، معبرا أي استغلال النفوذ والسلطة يعد إجراما في حق الوطن ولا يغل شناعة عن المساس بحرمته. وفي هذا الشأن أكد على الالتزام بروح الشفاف والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء. طلب متابعة مديرية شؤون القانون والسلطات المحلية والإقليمية وأعوانهم من جرم الشطر باستعمال السلطة المفرطة على الذين طالهم الحيف والظلم من جرم السطو على أراضيهم
وهدم منازلهم واقتلاء اغراسهم واشجارهم ضد ارادتهم. وفي هذا الاطار فان افراد قبيله الجهودين من مدينه الرباط وتماره يناشدون كافه الفعاليات الحقوقيه والسياسيه والاجتماعيه وكل الظواهر الحيه والمنابر الاعلاميه العمل على فتح هذا الظلم والحيف الذي لحق بهم من طرف وزاره الداخليه ومن معها. وفي انتظار ما يمليه الحق والقانون من جراء هذه التفويتات المشروعه وما تمخذ عنها من تحديدات من تحديات القانون وانتهاكات وخروقات لحقوق الانسان وهدر المال العام. تهيب جماعه كيشوداي بالسلطه العليا للبلاد اعطاء اوامرها الساميه من اجل فتح التحقيق والتقصي في هذا الموضوع. لقد رهبت منها ارض تقدر ب 8500 هكتار. 8500 هكتار ذات الرصد العقاري عدد 22647 غرام. وهناك خروقات وهناك خاصة المدخرات قبيلة كيش ولاية التي تودع في ثلاث صناديق في اسم وزارة الداخلية وهي لقبيلة كيش ولاية وخاصة مع الانتهازيين الذين يشتغلون في الإدارة نفسها 15 شخصا 15 شخصا استفادوا بطريقة اغتيالية لا علاقة لهم بقبيلة كيش ولاية من قريب ولا من بعيد. أربعة من ولاية الرباط و11 شخصا من وزارة الداخلية وها هنا أسماءهم مدونة هنا ورقم الملكية التي احتفظوا بها. مع العلم أيها الإخوة أن هناك اعتراف من السيد وزير الداخلية اعتراف بالظاهر الظاهر الشريف هنا ينص في رسالة مرسلة إلى رئيس مؤسسة الوزير يقول فيها وزير الداخلية: أولي إلى علمكم أن وزارة الداخلية أفادت هذه المؤسسة بالمعطيات التالية وأن رأس العقاري المذكور يتعلق بالجماعة السلمية الجودية المحدث بظاهر في مقتضى الظاهر الشريف الصادر بتاريخ 19/1946 والمسجل بالمحافظة العقارية للرباط في اسم الجماعة المذكورة ويعني الجماعة المذكورة هنا جماعة الشبانات دراكا زرارة ولاد ذيب بالرباط وجماعة نبض عمر الجرار لعمل الشبان. وهنا أعطيكم بعض النموذج كعائلة فحلي لو سلمت منهم 7 هكتارات ما بين الطرقان قرب مقهى النجمة شرق المركب الريدي الأمير ولي عبد الله ولا زالوا إلى حد الآن لم تتم استفادتهم بعد. فهذا عار وهذا ظلم وهذا الحيف وهذا الظلم الذي تمارسه وزارة الداخلية على قبيلة كيش ولاية. فنحن لن نستسلم أبدا وخاصة مع المناضلين أمثال الأستاذ نوحي والأمثال الأستاذ استيعاب الشفليطو وأمثال جميع الإخوة. وأخيرا اسمحوا لي أن طال هذا الحديث، أستودعكم الله والسلام عليكم.